من أرض الكويت الطيبة وبصوت وقلب واحد شهد استاد جابر الدولي مساء اليوم حفلا مفعما بالروعة والجمال لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 23. الحفل تضمن عرضا للوحات فنية وموسيقية ازدانت بالمؤثرات البصرية عبرت عن معاني وروح الخليج الواحد والترحيب بالأشقاء الخليجيين. برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، شهد أستاذ جابر الدولي حفلا استثنائيا إذانا بانطلاق دورة كأس الخليج العربي خليجي 23. آلاف الجماهير من مختلف الأعمار حجت منذ ساعات مبكرة لمشاهدة العروض الفنية والرياضية في حدث جمعت فيه كرة القدم الأشقاء في دول الخليج العربية. الأفراح عمت أرجاء الملعب بل أرجاء البلاد مع سماع السلام الوطني لدولة الكويت لأول مرة في استاد جابر بعد الإيقاف الرياضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه الجماهير التي غصت بها جنبات الملعب ومعهم ملايين من داخل البلاد ومن دول الخليج وغيرها تابعت فقرات متنوعة زينت افتتاح الحدث الرياضي الكبير. من أرضنا أرض الكويت المخلصين نرحب بعزوتنا شرفت المكان، حنا شعب صباحنا حامي العرين في دار أبو ناصر لقانا اليوم حان. المربع الأخضر تحول إلى لوحة رسمت بألوان السلام بألوان الفرح وأعلام الدول الشقيقة المشاركة في هذه المنافسات، وكلها ترصع اسم الكويت بمداد الفخر على هذا الإنجاز في فترة قياسية. ويشارك في الكأس 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين تضم الأولى كلا من الكويت والسعودية والإمارات وعمان، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين والعراق واليمن وقطر. عاش الخليج للأبد. ربنا الكريم.